انت كده محاربة نكلا يرادو أو هذا أو كلا يحلبان يوسف إلى كبر كده كده سد الله شيء فين ده ما ده تكده قصتي وحنا ليه هاي تدك هديت هاي وذات كي أمشيق ديجان كان هديت هاي نك سرقال كه هاي أتقط المنطقة إلى هايان قوارج وحنا ليه هاي معلومة صوص على إله دكيس هذا الكي لبك مش هسكد عي يا حضرة كعب حيلا بدو وايد دون تايلا يدكيس الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحربا إن أولا إن إرادو ضد كديجان ك نور دولة يتوليك وزمادو لما أنت إن أوجد تعسيو وحيل الذي شري كسو جاري ور كأرحن قدرها كوها أرجع شدو يكسو قادين ديجان ك نور دولة ويكو حيل ليان ضد كديجان ك يأذيش ويلدها سيدا أن كور قبنا لمن كان قواريته إدي إسكجرته أما أبررته و وهذا وقفوا قادن واحد بيكس دانت كم ساكنته وأما عرور تله أما هوان كله أما أذياشة ويلد عليه وحلا يا أنت شرك وحلو دلا ونحرسته أن جنا وحن رجينا أنت داو عن إله عافيو أنت أيجا وقدي متي أو أي ميدت كودو إلا هذا أميدت كودو صورايو daawacyadoodan meel ay geeyeen ilaa yihiin waxaan leeyahay aqab xumbi ku dhimanay ay ku dhinteen inta dhimana aqab xumbi ay ku dhimanay ilaa idinkiis inta kadib waxaan rabaa inaan iraado reer noor dugle dadaalka aad bixiseen iyo hawsha aad qabateen aan ilaahayna waa idinka ajirsiina sharaftiina iyo sabcadiina iyo karaamadiina way ku soo noqonee annagana garabkeena ilaa idinkiis dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan إذا ماذا قلبك السيدة إذا كحوق ذلك الصوماليات وحرجيني إن مانتي وحي كدم بيا معلومة صوص هذا واحد مغل دونتان جوابه إيو وحيابك على دوان ونمن كانوا ديجا ندان نو حيران أو إسكحرة إن قبل كان هذا الجوجنا إيو قبل ذاك حيران با وحال لقى سواف جرد دون معلومة صوص هذا لهيدي كيس وحارب أمريكا أيضا هو شخص ويس عطه تذكر هير نور دولنا إسيا وديار سيهين وحرجيني عدد كدريس كاه degmooyinka ku xeeran deegaanka Noor Dugle ayaguna si lamida inay u kici doonaan kooxaha qabaariintana isaga ii sheegeen isaga cirib tiraan deegaanadooda iyo dalkooda inay ka ilaashadaan inta kadib waxaan rabaa ninka la yiraahdo oo hadda uu ka hadlay xiliban Yuusuf Eliya kubad gudkade sida la sheegay filan dhamaada tigid goosatay waxaan leeyahay dadka haday tahay wadaadkii ama sheekii deegaankan هديت هاي نك سرقال كه هاي أتقط المنطقة إن هاي عن قوارج وحنا ليه هاي معلومة صوص على إله دكيس هذا الكي لبك مش هسكر دعي يا هذا الكي كاب حيلا بدو وايد دون تايلا دكيس وحرجينا يا سرقال كي أشجعت هاي يا نبضون كي أشجعت هاي يا دت كي ديجان كه أنت لما تحر وحنا أمسنا إن يهين دد أهل غيره وإله توبة وفجيه أنت داو عنا إله وعافنا لكن أدري أنت كل ميت كاه وحنا رجينا يا إنا مالحم كده بيت دوتان تدك يديك أنا ده أدبات يسنا إذا كمهر دونا نراه يدكيس وحنا لا يا أمر كأنت نقدر مثلا الله ونحرسته وزيرك حنا نضع حولها ليرت هي الضاق الدولة الفدرة الصومالية حسن حسين إلي وصعداء الشقاء كمر يديك أنا كتر سن مامل كبنتلان أي وحاو كلن لقتي سلادينته odayaasha dhaqanka dhaqanka ganacsatada ka soo jeeda maamulka Puntland sidoo kale waxa uu si gaar ah ula kulmay ganacsatada xoolaha wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Eelay ayaa waxa uu sheegay in uu ku jiro xilligan dadaal aad u fara badan oo ku aadan sidii loo iibgeyn lahaa ama loogu iibgeyn lahaa wax badan oo ku aadan dhinaca xoolaha haraga iyo hilibka gabi ahaanba caalamka intiisa kale waxa uu kale uu sheegay wasiirka inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku sugan yahay boosaaso uuna tagi doono gobollo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ugu horeen waxa goobta ka hadlay suldaanka Digliyo Mirifle ee deegaanada maamulka Puntland isagoona soo dhaweeyay suldaanka wasiirka waxa kale oo goobta ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka ee maamulka Puntland ka soo jeeda
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا مأمورك قبلك كان دقمدا تليها قيبتا صلاة دينتا علماء الدينك قناعستدا بعد صحافتا وزيرتا صاحبتايا تيمك محجردا لما أنتين وإذن سلامة وحنك السلامة سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن ربا مركو لنا نكمع العليو سدوينتي قروح دا بدنات إي قدادا ما أنت لنوسمي لولبا وأي نوسمي قدادا أس دادك قنع استدا كسوغان مقالة بوساسو قارهان قنع استدا حولها الرمهو دا كشغي arinta kala hadaan u soo laabto aniga warka inaan badiyo marba saddex shay aan rabaa inaan ka hadlo maanta oo muhiim u leh arrimaha aan u nimaanay guud ahaanba dalka Soomaaliya waad ogtiin wax kaliya maanta aan hayno oo aan hubno oo gacanta aan ku hayno waa xoolahaas deeshidaalna wali lama soo saarin waxyaabaha kalena waa aan wax aan daba cararayna waa aanan wali gaarin oo heerka gaarin laakiin waxaan hubno oo aan hayno وحولهاس واي أنا جو حربا إن عنده هجن عستد الصوماليات أنا جو محد عليه وقت يدي بدنا أو أتكا الدلالة دي أي صومرين السدي أي جود دلالين إن حولها عن الله حلو مال الله سوقي كوزارة دهان أما كدولة دهان إله إذن كي وحن كشغين دونا إن سوق الله حلو حولها صوماليا مال والبو يهيبة حتى هذو نقطة دلالة أفريقيا أو سيد نيجيريا سيدات كمليانة واحد عنان يباهين أن لكن ما أنت وحي عن هينا وحنك سوق وحن سوق جين دونا إن شاء الله وحنك شقين دونا سيد حولها الصوماليات أي كهل لهاين سوق الله سوق جيو وجن عصت الصوماليات أي كفايدا دتك كلا حول نقطة الصوماليات أي كفايدا إن شاء الله تعالى وحنك لهم كده دلالة دونا ما لا هذا لجيو حول الصومالية سيدة سعودية عمان إيميلها كلبا إن كد ذلك إن شاء الله تعالى وحيابها يركها ونقدم سيدة القدسي لما يستري لها وقاد أي حول السيدة ما يستنبي لها يعني إنك شغينا إن شاء الله أيضا الدلال بدنا نقلي دونا وحكلهم كد ذلك دونا ربا قنا عستدى ما أنتنا ونشغو وشغل إذن ملفي عن المرسينونا كلية مرة بنو إن حولها نول كلية عن كشغين وحن ربنا إن ضافك هيلبك ندبلو بالله وإن شاء الله هذا أنا وشغين إن هيلبك إن ضافك دبلو بالله وهيلبك وحن ربنا إن لقى فائدة استدمان حولها سيابة بدن لوك الفائدة است إن هيلبك جوني لوك فائدة استول دوفيو هرجعها جوني لوك فائدة استول دوفيو وحي يرى حولها مركي لغلا كهرن إن دلك وكفائدة استودتك إن أباهن أو صوماليات إن كفائدة استان وأرنت سيدنا إن شاء الله dadal badan aan gali doona ganacsatada waxaan ka rabnaa insha Allah ta'ala in arimaas ay indhaha ku hayaan wixii kalaankayna waa ka soo shaqeyn doona arinta labaad oo rabaa inaan ka hadlo adduunyada hadda marka aad fiirisid oo gadaal oo aad aragtid wax laga hadlay waa food security cuntada laga hadlayo dhib badan loo qaba taanakeena xoolaha cuntada qayb ka mid ah dhakiya gacanta ku hayno maxal nooga baahay marka laba shay aan nooga baahay ganacsatada Soomaaliyeed ee dawladooda ee dadka xoolo dhaqatada laba shay ayaa looga baahan marka ugu horeysa waxaan looga baahan inaan isku xirnaano oo aan wada shaqeyn dhow aan wada yeelano si aan waxba nooga qaldamin haday dokumenti noqoto haday meesha xoolaha la geeyay noqoto haday shaqadii noqoto inaan isku xirnaano horta ganacsatada wasaaradooda ee dadka miyiginta baa inay isku xirnaadaan waxa kale oo muhiim ah inaan ka shaqeyno xoolaha caafimaadkooda ilaahay idinkii aniga oo kaashanaya wasaaradda saaxiibadeeya waxaan ku dadaali doonaa in arrimaha si dhow aan u wada shaqeyno korna loo soo qaado insha Allah ta'ala arinta kale oo saddexaad oo aan rabo inaan aan ka hadlo waxay tahay dawaalo socotiina dhibaatooyinka soo la laabtay abaaraha soo la laabtay maalin walba abaareysa waa iska soo laabtaan ilaahay horta way diisanaynaa ilaahay qafuur raxiimka ayaa abaarta qaadi karo inu ilaahay abaarta naga qaad ilaahay way diisanina laakiin annakana waxaan laga rabaa inaan dadaal badan la imaano
dawladda iyo ganacsatada isku duuban in dadku ay ku dhiradaan in ay u sii diyaar garoobi karaan abaarta nafteeda oo biyo loo raadiyo xoolaha ganacsatada meelo fog fog ay dawladdu ba iskaashadaan in calafkii xoolaha ay cun lahaa meelaha beeraha laga soo saaro aan keedsano meel dhigano si markii laba bilood ama saddex bilood abaar ay noogu timaado aanan gacmaha kaliya aan u horsanin oo dad isku tashaday aan u noqono ani waxay la tahay haddii dadaalkaas aan isku xirno ka wasaarad ahaan iyo wasaaradaha saaxiibadeeya iyo ganacsatada iyo dadka xoolaha dhaqanaya waxay la tahay in horumar badan la sameynayo insha allahu tacaala ilaahay ghafuur raxiimkaana aan dembi dhaaf weydiisano abaaraha inuu ilaahay uu roob loogu bedelo insha allahu tacaala warka aniga inaan badiyo ma rabo intaan ku soo koobaa aad iyo aad aa u mahadsantihiin ganacsatada iyo salaadiinta iyo dadka dhammaantood inta ku sugan waxaan leeyahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu ugu dambeyn wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka soomaaliya xasan eelay ayaa hadaljeedin goobtaasi ka jeediyey isagoona u mahadceliyey dhammaanba dadka reer puntland isla markaana uu u soo bandhigay hadafkiisa fog ee ku aadan inta uu joogo wasaaraddan wasiir eelay ayaa waxa kale uu tilmaamay in uu aad ugu faraxsan yahay ina deegaanada puntland ay ka go'an tahay in xilligan xoolaha iyo sidoo kale caafimaadkooda iyo wax badan ay ku dadaalaan fadlan muuqaalkan leegaray si uu dad badan u gaaro mahadsanid.